الو، معانا استاذه سميه. الو، الو، اتفضلي يا السلام استاذه عليكم. سميه، سؤالك للدكتور. لو سمحت يا دكتور ولو نعم. سمحت يا دكتوره، بتتكلمونا دلوقتي على النفسيه، هل النفسيه بتيجي من العيشه والواحد عايشها بس، ولا هو بيبقى اكتئاب فقط لا غير؟ يعني انا دلوقتي واحده نفسيتي تعبانه، هل النفسيه دي تبقى من العيشه، ولا هو انا بني ادمه كده نفسيتي تعبانه؟ انا اعرف ازاي؟ انا عندي 3 بنات وقاعده في ايجار، وحاله جوزي ربنا اللي يعلم بيه، وعامل عمليه في المفصل، وما بنقولش لحد ادينا، وما بنقولش لحد هات، هو ربنا بس اللي عالم بينا. وعندي بنتي الكبيره حاسه ان هي كل حاجه كان سيكون وقتي، علمت اختها الوسطانيه، فهل انا ده غلط مني ان انا بتعامل معاها بقسوه بضرب بالمعامله دي، ولا ايه؟ طيب يا استاذه سميه، اسمعي الدكتور هيجاوب عليكي. في حاجه في حياتنا اسمها النقله النوعيه. حضرتك راكبه القطر فلاقيتي اولاد بتلعب وبتتشاقى، والاب قاعد ساكت ومش شايفين ام، فرحت انا قايم. ما تسكت عيالك، احنا مش عارفين نقعد. قال لي انا فعلا واخد بالي، امهم لسه متوفيه بقالها يومين، وانا ما اقدرش اقول لهم ما تلعبوش، فمش عارف اعمل ايه. شوفوا النقله اللي حصلت في لحظه، ان انا حكمت حكم غلط لما شفت العيال وهي بتتشقى، لكن اكتشفت السبب. حياتنا كلها ماشيه كده، هي عندها ملل حياتي، هي زهقانه، لكن لا هي مكتئبه ولا هي مريضه نفسيا، هي محتاجه تغير الاحساس ده. ليه بقى اللي خلاني احكم الحكم ده بعد اذنك يا دكتوره؟ انها مع اولادها بتعمل ايه؟ هي تقدر تبقى عنيفه، قالت انا ساعات بعاقب وساعات بلاقي ان العقاب مش جايب نتيجه. بالضرب. ده معناه ايه بقى؟ انها بتستخدم الادوات اللي بتيجي في دماغها هي، لكن ملهاش علاقه بالموقف. عارف انا خاف عليها امتى؟ هي مش بتعاقب، او بتعاقب في طول الوقت، يعني طول الوقت عمالها بتعاقب لسبب ومن غير سبب، اللي هو الاختراعيه الشبشب الطائر، فاكرين ده؟ فظيع، وبيعرفوا ينشنوا كويس على فكره. فده معناه ايه؟ انها طول الوقت بتعاقب اللي قدامها، طول الوقت بتصوت وبتزعق وبتصرخ. فالولاد عندهم حاله من حالات الايه؟ الخوف، خايفين من امهم بسبب حاله القلق اللي موجود. ده الزهق ده والملل الحياتي ده بيدينا احساس انها مريضه نفسيه. هي مش مريضه نفسيا، هي عايزه نوع من التغيير. تعالج ده ازاي يا دكتور؟ طبعا اول خطوه في العلاج ان انا بشخص، بقيم الوضع، ان مش مجرد الشكوى ان حياتي صعبه، لان هي واضح انها عشان عندها مشاكل كتير. طبعا انا متعاطفه جدا معاها ومع الظروف الحياتيه اللي هي فيها، وما دام هي يعني احنا بنقول رفع ايده وقال انا تعبان، احنا بنصدق جدا التعب ده، وبنشوف هي تحب تغير في حياتها ازاي، او تغير في نفسها هي، ما دام قالت انا محتاجه انا تعبانه. فانا متعاطفه جدا مع سميه ومع شيماء ومع علاء، ان هم عندهم رغبه في التغيير وعايزين يعملوا افضل ما عندهم. فصعب ان انا اقول ان هي حد مريض او لا من جمله، بنحتاج ان انا عشان اقول مريض في ادوات تشخيصيه وتقييمات قبل ما اقول ده مريض ولا لا. وبالتالي ان تاني خطوه في العلاج، لما هقيم مش اللي هو ده زي ده، لو كلينيكال ديبريشن حقيقي ده ليه مسار، لو ضغوط حياتيه مسببه لي مش قادره بس اقوم النهارده ده ليه مسار تاني.